ما هو حكم وجود الدمى أو الألعاب التي هي على شكل حيوانات في البيت؟ وهل هي حرام أم حلال؟ بالنسبة لصناعة الدمى وصناعة كل حيوان له روح، صناعته بشكل تمثال، يعني تمثال له ثلاثة أبعاد: طول وعرض وعمق. هذا لا تجوز صناعته على الأحوط، وإذا تفكك لا يجوز تركيبه، كما لو الدمية تفككت أو لعابة الأطفال مثلا تفككت، لا يجوز إعادة تركيبها مرة أخرى على الأحوط. ليس فقط الصناعة، صناعتها لا تجوز على الأحوط، وكذلك إعادة تركيبها فيما تفككت، فيما لو تفككت أيضا كذلك لا يجوز. ويكره بيعها وشراؤها واقتناؤها. المشتري، الشخص يروح يشتري مثلا لعبة أو دمى لحيوان ذي روح، يجوز له، صنعها لا يجوز، لكن بيعها جائز، شراؤها جائز، اقتناؤها ووضعها في البيت أيضا كذلك جائز، وإن كان هذه الأمور مكروهة. يعني الاقتناء مكروه، الشراء أيضا كذلك مكروه، الصنع لا يجوز على الأحوط، وكذلك إعادة التركيب أيضا لا تجوز على الأحوط. أما بالنسبة للصلاة، يكره الصلاة في بيت فيه دمى، مثلا غرفة أمامك، أمام المصلي مجموعة من اللعب أو دمى الأطفال اللي هي لإنسان أو لحيوان أو لأي حيوان ذي روح، نعم في هذه الحالة تكره الصلاة، لا تبطل، نعم هي مكروهة، ومكروهة بمعنى قلة الثواب، يعني المصلي راح يحصل ثواب قليل إذا صلى وكان في الغرفة موجودة دمى، ولا تبطل طبعا الصلاة.